استمرارا لدعم الجهود الوطنية المباركة للتصدي لفيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. أعلن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أنه إضافة إلى الدعم المالي، فقد تم فتح الباب للتبرعات العينية أمام كافة المؤسسات والشركات والأفراد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة. وأكد السيد أن حملة فينا خير المباركة انطلقت استجابة للطلبات المتنامية من القطاع الخاص والأفراد للمساهمة في الجهود الوطنية المباركة للتصدي للفيروس، حيث تم فتح الباب للتبرعات المالية عبر الحساب البنكي الظاهر على الشاشة. وقدم السيد الشكر لكافة جهات القطاع الخاص والأفراد، مشيرا إلى أن الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا هي محل تقدير من الجميع لما فيها من سعي لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وهذا ما دل عليه الحرص الكبير من شرائح المجتمع المختلفة وكافة الجهات بالقطاع الخاص الذين أبدوا رغبتهم في المساهمة المالية والعينية انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي يمتلكونها.